الوصلات التشعبية وياي شباب نعم اسمعوني. ستي، نعم نعم شوي. ستي، نعم يلا ستي. التاج اللي استخدمه للوصلات التشعبية. يلا يا زهرة، ما زهرة، يلا يا هاجر، نعم ستي، يلا. ستي أي، ستي أي. نرجع لزهرة، الوصلات التشعبية شخص استخدم الانتشار. أي يلا حتى اروح اسوي رابط لينك معين، المفروض انه اروح للجوجل، شلون اشتغل؟ يلا يا زهرة ويا. نعم أي اي هير اي اي هير اي ست موقع يساوي هذا الاسم شنو هذا؟ ست موقع العنوان الآمن لل هذا العنوان اللي هو شنو هو اتش اتش تي تي بي اس بعد يا زهراء سي بعد دبليو 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 جوجل. نقطة يعني المفروض نعم بعد جوجل جوجل نقطة جوجل نقطة بعد امتداد الاي جي. أسجل اقتباس. ها مو نعم صح، هو المفروض أسجل اقتباس نعم غير كامله زين بعد go to Google إذا أريد نذهب. هنا شنو هو؟ هنا المكان، مكان الإشارة إلى راح أخليها، ليش؟ مثلا go to Google، يعني حتى وين أروح؟ المكان اللي أروح له go to to Google. Google، هذا المكان اللي أضف من عنده وينقلني إلى من؟ للجوجل. وين ينقلني؟ هذا المكان اللي أضف هنا بالذات وين ينقلني؟ ينقلني إلى الجوجل، موقع الجوجل، صح ولا لا؟ نعم هسه شو اسوي هنا بهاي الحالة؟ سيد دروس ما تلاقي هذا التاج، هذا التاج بالذات هو تاج الوصلات التشعبية اللي من خلاله انا وين اروح؟ اروح الى موقع معين واقدر اغير الجوجل، اغير من ياهو او غير مكان. زين يلا يا هاجر. نعم ست. ويا هاجر انا عندي صوره والصوره من خلالها اريد انتقل الى مكان معين. زين من خلال هاي الصوره انا انتقل الى الجوجل. نفرض انا عندي فد صوره معينه للجوجل او الياهو او اي مكان من عندها او معلومه معينه بتنتقل لها للجوجل، فانا من خلال هاي الصوره اريد انتقل، ايش اسوي؟ شنو التاج؟ استاذ اكتب تاج الصوره قبل أول تاج ال وياي وياي بالضبط انا ايش اسوي؟ ها اريد اروح للجوجل من خلال هاي الصوره اكتب ايمج اي ام جي. هسه هنا انت بعيد جاي تشوفيني بالصبوره ايش اسوي؟ نعم ست. ايش اسوي؟ هسه انا اريد اروح للجوجل، ايش اسوي؟ اكتب الموقع الامن مالت جوجل اتش تي بي اس اتش تي بي اس دبليو نقطه جوجل بعد الجوجل. وبعد ايش اسوي؟ هنا سديت انا الان سديت، هسه ايش اسوي هنا بالضبط؟ اكتب اسم للصوره. صح، شنو هو الاسم مالتهم؟ I M G A C R S R C A بعد خلي امتداد الصورة، اسم الصورة وامتدادها. هنا ايش اسوي؟ راح اخلي اسم الصورة وامتدادها وقلت يا ريت لو اسم الصورة راح يكون بسيط. زين اسمها بسيط نفرض هذا جي بي جي. زين اسد وهنا ايش اسوي؟ راح اغلق التاج، اغلق الاي تاج، تاج الاي.
هذا غلقت التاب. زين يلا يا فاطمة. نعم ست. يلا يا فاطمة. فاطمة هسا مش عندي، أريد أنتقل من هذه الصفحة للصفحة الثانية، أريد أسوي ربط تشعب بين الصفحات. زين؟ صفحات. نعم ست. أريد بين الصفحات. نعم. أسوي هاي الحالة. نفتح تاج التاج نفسه، احتياج التاج نفسه أي استخدمها. نعم. زين أشرف أسوي يساوي شنو بس؟ علامة اقتباس اندكس نقطة اشتمل اندكس اشتمل. فاطمة حسين هاي الاندكس اشتمل، هاي شنو بالذات؟ هاي شنو الصفحة اللي نريد ننتقل لها؟ اريد الصفحة اللي ننتقل عليها. يلا هسه وياي شغول نفتح تاج الاي اجر يساوي علامة اقتباس اندكس نفرض اسم الصفحة اندكس 2. زين؟ نعم اكتمل ونغلق الاسفل المفروض. نعم ست نغلق. زين هنا شنو؟ هنا المكان راح شكل المكان اللي من خلاله انا انتقل. شفتوا انتم برنامج الفرونت بيج لما ما قلت انا عندي مفتاح او ازرار تبادليه، نفرض انه كانه زر تبادلي، هذا خلي فرض هذا المكان كانه زر تبادلي من خلاله اوقف وانتقل وين؟ انتقل للصفحه اللي اريد لها. نفرض go to page 2 نفرض. زين نغلق الوصل. ما فتحت ايش راح اسويها؟ راح اسويها. زين؟ هاي تقريبا اللي هي الثلاث انواع اللي انا استخدمها في الوصلات التشعبيه، وقلت انا اللي اريده بعد شنو عندي؟ خذينا احنا خذينا البريد الالكتروني. نعم. نعم ستأخذينا. نعم إلى البريد الإلكتروني. يلا يا فاطمة مجيد وياي. نعم. يلا نفتح الوسم مال التواصلات التشعبية. أي وسم HREF يساوي بين علامتين اقتباس الإيميل. الإيميل أي إيميل موجود؟ زين؟ إحنا الإيميل. زين؟ علامة نسوي اقتباس أسد الإيميل اللي جاي تنتقله ومن ثم إيش أكتب إيميل مي؟ إيميل مي وسد الوسم مال الأي. وهنا أسد الوسم. زين هسه اجي ايمن اجي الموضوع اللي هو اخر موضوع تقريبا اثنيته اللي هو شنو هو الجدول. وقلنا اكو خصائص جدول واكو خصائص خليه واكو خصائص صف، صح ولا لا؟ نعم ست. نعم ست. يلا يا زين عابدين. زين زين العابدين ناصر. وياي زين العابدين ناصر. نعم ستفيات. يلا زين العابدين التاج اللي يستخدمه في إنشاء جدول، شنو التاج اللي يستخدمه في إنشاء جدول؟ table. table. أستخدم التاج اللي هو التاج. هذا هو التاج. هذا التاج مزدوج لو مفرد زين عابدين؟ أسست مزدوج.
هذا التاج هو مزدوج حتى أنشئ جدول مكون. هنا الجدول هذا هنا جاي شوفوا، هذا هو الجدول. انتبهي على الجدول هنا، هذا الجدول ثلاث صفوف وثلاث أعمدة. زين، خلي أكثر الأعمدة، هذا العمود وهذا العمود وهذا هو الصف. زين، هنا هذا الجدول عندي، عندي أربع أعمدة وصفين وياي، تسمعني زي العابدين. نعم يا ست. زين، حتى أنشئ هذا الجدول أنت وياي بالضبط. نعم. شو جاي أسوي؟ حتى أسوي هذا الجدول، إيش أقول؟ هنا أنا يعني فتحت الثلاث كيوة، إيش بعد إيش أسوي؟ تي آر. هذا تي آر، تي آر شنو معناه؟ شنو سيت؟ شنو معنى تي آر؟ شنو الغاير اللي عنده قصدي؟ شنو الغاير اللي عنده تي آر؟ إنشاء ست صف، العفو اي صف. التي ار معناها انشاء صف. زين، هذا التاج مزدوج او مفرد؟ مزدوج. هذا التاج مزدوج، هذا بقينا هذا التي ار، هذا اول صف. وهنا انا ايش راح اسوي لي؟ راح اضربها. يلا بعد، يلا يا زين كمل لي. انا ايش عندي؟ باع الامامه عندي مزدوج. هذا صف. اذا انا عندي التي ار كم مره؟ يعني مرتين اشتغلهم. زين وياك؟ التي ار مرتين اشتغلهم. ايش اسوي هسه لازم؟ ايش اسوي؟ اسوي هاي الخلايا. مو؟ نعم. مو هاي الخلايا اشتغلها؟ نعم. زين، هاي الخلايا حتى اشتغلهم، شنو التاج اللي استخدمه؟ تي دي. هذا الخليه، اول خليه اللي هي رقم واحد، شو بقول لك؟ هي تي دي. شنو؟ الاسيد. شنو وش اخلي بالتي دي هاي؟ العفو ست، بس غير التي ار غريمها مثلا واحد او اثنين او ثلاثه. ماكو تي ار واحد واثنين وثلاثه، اكو انت شيء. يلا يا فاطمه مجيد. نعم ست. يلا عندنا تي ار، تي واحد، تي اثنين، ناخذ هي؟ لا ست، لان هاي صف بس الخلايا. هو تاب، هو تاب. تي ار هو شيء يقول لي صف واحد، صف اثنين، صف ثلاثه. المهم بعين الصبوره ايش ناقصها حتى اكتب الخليه الثانيه؟ ست بعد لازم نكتب البيانات بالخليه الاولى ونسد البيانات. اول بيانات عندي باول صف هي شنو؟ واحد. هاي حالة شو نسوي؟ راح أغلق الخلية دي. أجي وين؟ أجي الخلية الثانية، كملي لي يا فاطمة. تي دي، تي دي. هاي تي دي. اثنين. اثنين. سد الخلية. بعد. تي دي ثلاثة. تي دي ثلاثة. إيه. تي دي نكتب البيانات ثلاثة. سد. تي دي أربعة. 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 ستاين إنشاء الصف الأول. هذا خلصنا شنو؟ ما خلصنا الصف الأول. يا جوب خلصنا إحنا هذا الصف الأول. نعم ست. أجعل يلا يا بعد عندنا فاطمة. نعم ست. يلا يا فاطمة علي. هسه نفتح تي آر. افتح تي ار جديدة، هاي تي ار جديدة. شو اسوي؟ تي دي. تي ار تي دي. ايه. نوم نكتب هاي النجمة ونسد التي دي. شو؟ نكتب هاي الستارت النجمة. ايه، خلي هاي النجمة اللي هي هاي نكتبها بيانات خلية. وش اسوي؟ اسد التي دي. نعم. وراح نفتح التي دي. راح افتح تي دي ثاني. وش اسوي؟ علامة الطرح. بعد مرة. ونكتب تي دي. ايه.
والخلية الثالثة الخلية الثالثة الرابعة هسه آخذ خلية اللي وعلامة الزائد ونغلقها نغلق هسه التي آر هاي هاي وصلت هسه عن النهاية الصف الثاني اللي هو شنو هو التي خلاص زين؟ نعم يلا يا محمد محمد زينب راضي نعم استاذة وياك زينب وياي نعم يلا يا نعم. زينب انا حتى هذا الجدول شو اسوي لي اريد نفد عنوان اريد فتاك اللي شو يسوي لي يعطيني عنوان للجدول ها تاكل اتش 1 شلون تاكل اتش 1 لا 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 اريد عنوان جدول انا اريد عنوان للجدول كابشن كابشن اذا شو استخدم استخدم الكابشن كابشن وين استخدمه بالذات سيت فوق التايبل بالضبط انا بقى هسه هذا التايبل مو هذا صح لو لا بالضبط وين اخليه سيت فوق التايبل فوق الجدول هنا قصدك هنا اكتبه نعم ست ها نعم ست فوق التايبل يلا يا حسن نعم سيد يلا يا حسن وين انا اريد اسوي وين بالتايبل وين بالضبط قل لي انا يمك هنا ندخل على التايبل ونكتب الكابشن ونكتب الارتفاع نكتب بعد الخصائص يلا يا مصطفى نعم ست ست نكتب التاج الكابشن بعد التيبل بعد تاك التيبل اذا اكتب بعد التيبل اللي هي وين هنا بين التي ار وبين التيبل تمام هذا الكابشن زين ايش اكتب نفرض انه اكتب هنا راح ايش اسوي راح اغلق الكابشن زين هاي الحاله هنا ايش راح يصير لي راح يصير لي هذا هو عنوان الجدول زين يلا يا اسراء نعم سي يلا يا اسراء بس انا شريدين عندي خصائص جدول عندي خصائص جدول أريد هاي الخصائص مالت الجدول أول مرة خاصية جدول كل الجدول بعدين أجي خاصية صف وبعد ذلك خاصية خلية أجي على خصائص الجدول وياك أمسح زين أجي هسه إيش أسوي أول بداية الإطار الإطار البوردر اللي هي البوردر أجي على أول خاصية اللي هي البوردر أقول تيبل بوردر تيبل بوردر بوردر يساوي أنطي رقم بالعلامتين اقتباس يساوي غير اقتباس شنو؟ مثلا أنطي خمسة هاي الخمس وأغلق هاي أول خاصية بعد إسراء الويف العرض اللي هو ضمن يعني ليش أقول خاصية جدول بس انتبه هنا من أقول خاصية جدول يعني شوفوا من تاجات وين ضمن الجدول صحيح؟ نعم ومن أقول خاصية صف كل التاجات اللي أريد أستخدمها وين أخليها خليها بالصفوف وإذا قلت خاصية خلية كل التاجات وين اللي اخليها؟ اخليها ضمن الخلايا. هسه انا ما دام بالجدول اخذ الخاصيه الثانيه يلا يا اسراء. نعم سيت ويز. تايبل. تايبل ويز.
شنطي أضيعه بين علامتي اقتباس. اقتباس فنقول الفرن خليها 200. شنطي أضيعه ارتفاع. نعم. فرضا هم 200 أو 300 ارتفاع هم يساوي بين علامتي اقتباس. يساوي هذا الارتفاع مالته وهذا العدد. زين بعد عندنا خاصية الالاين اللي تكون محاذاة الصفحة نفس الحالة ما يمين او يسار والتايبل الالاين مثل ليفت اخليه باليسار او سنتر بالوسط. راح نقول له رايت او ليفت او سنتر. يلا يا قيقين غير حسن. نعم ست مرتضى. ست وين ست؟ احنا مرحله ثالثه لك اولى ست. وياك ما يخالف. احمد كناو. نعم سيد. يلا يا احمد بعد عندي خصائص. شنو يا الخصائص ست؟ العين توب. احنا قلنا البوردر وقلنا الويث وقلنا الهاي وقلنا الالاين. بعد عندي ثلاث خاصيات للجدول. ست الاين. نعم ست الاين. الاين قلناها. الاين قلناها. اريد غيرها. ها ها حسن. يلا حسن سؤال بدي. اول خاصية اللي هي استخدمها بكل الخصائص، خصائص جدول، خصائص خلية، خصائص صف، استخدم البي جي كلر. صح يا حسن ولا؟ نعم جد. مثلاً السؤال بدل كسر بالبي جي كلر. يا تيبل. إيش أسوي له هسه؟ شو أقول له؟ تيبل ألاين. إيه. بي جي كلر. بي جي كلر وشنو بعد؟ بي جي كلر يساوي ست. إيه. ست ونطي اللون. ست مثل أي أي. ستة ستة زد زد. كلام إيه. نساوي بين علامات اقتباس. نسد التاك. زين. نعم. بعد عندنا خاصيتين حسن. ست السيل بدينج. راح أقول تيبل. السيل. بدين زين يساوي علامة في الاقتباس 10. يساوي 10 6 و 15. زين هاي شنو فائدتها؟ ست تحديد المسافة، ست الفاصلة بين الحدود وال بداية النص في كل خلية. يعني وين حد الخلية؟ المسافة بين الحدود مالت الخلية وبين النص. بعد دي خاصية واحدة بس. تتسال سبينج او ايش ست؟ شوي وانا ما اعرف الفضل. سيل سبيسنج. سيل سبيسنج. سامي كذاك نفسي اذا سيت بين علامة اقتباس يساوي خليها 10. هنا هي المسار. هاي كلها اللي هي شنو هي خصائص جدول. نعم. اجي علي من هسه اجي على خصائص صف.
خصائص صف. نعم ست. يلا مو غير حسن. غير حسن. تجا. لا غير زهرة. غير فاطمة علي. غير هاجر. ست أجاو. لا. يلا بنات. يلا شباب. مرتضى. يلا يا هاجر. نعم استاذة. يلا عين. عندنا خصائص، شو نسميها؟ خصائص صف. شنو هي الخصائص؟ أول شيء نفتح تاج التي آر. تاج التي آر. ما دام قلنا خصائص صف، إذا إيش نستخدم؟ نستخدمها ويا التي آر. راح أقول لك التي آر. هذا هو التي آر. ناخذ المحاذاة للصف هو الألاين. اللي هو الألاين. زين؟ اللي هو شنو هو الألاين؟ بعد. أنطيها ليفت اليسار أو سنتر. هاي أني خليت أول خاصية. بعد يا هاجر. الفي ألاين، الفي ألاين هي راح تحدد لنا محاذاة النص داخل الخلية، يعني وين يكون النص اللي داخل الخلية، للأعلى أو للأسفل. الفي ألاين. ألاين. شو يسوي لي؟ لتحديد محاذاة العمودية للنص داخل خلية الصف اللي هي. بي ألاين. وش أستخدمها؟ أستخدمها التوب. زين؟ نعم أستاذة. بعد خاصية واحدة اللي هي الخاصية الأولى لخصائص الخلايا، الخصائص الصفوف العامة. البيجي كلر. التي آر بيجي كلر. كلر. أنطيها ست ألوان أو أنطيها لون محدد مثل الريد. أعطيها لون محدد أو بكتبة كتابة أو أريد أنطي ست أرقى. زين هسه نجي على يمن، نجي على خصائص خلية، نجي على خصائص الخلايا. نجي تجاوب لا غير مصطفى. تجاوب. يلا يا فاطمة. نعم ست. زد نفتح التاج التي دي. تي دي. وبعدين نكتب ضمن التي دي. يعني الخصائص كلها وين تصير؟ تصير بالتي دي. داخل التي دي. نعم. يعني خصائص خلية. زين نرجع لين هاي. هذا هو التاج التي دي اللي كان على أول خاصية. اللي هي تي دي شنو؟ تي دي ألاين. نعم. تي دي شنو؟ ألاين. تي دي ألاين. تحديد نص المحاضرة. نفس الحالة خلينا نقول هنا السنتر. زين الخاصية الثانية يا فاطمة. باكلر ستهمنا. هم داخل ست التي دي. نترك هاتش الفراغ. هاي بيجي كلر. نعم. كم لون أو كم رقم؟ ست ألوان هي لازم تصير. ونغلق الواسطة. بعد يا فاطمة خاصية. خاصية الارتفاع. إيه. نعم. خاصية الارتفاع. هم تي دي. إيش أبي اللي أبي نوت الأرض؟ زين؟ نعم. نفرض نطيع 10 والخاصية اللي هي وراها ونقدر نستخدمها نفس المكان، يعني نقدر نخليها هنا شبه اللي هاي
فرات. فرات وياني. يلا يا زينب طارق. زينب طارق. زينب طارق وياني. فرات. زينب طارق موجودة؟ عذراء. نعم ست. يلا يا عذراء. بعد خصائص من خصائص للخلايا، شنو بعد خصائص الخلايا؟ شنو هو؟ مثل من؟ البي الاين. بي الاين؟ نعم ست. هاي تيجي بي الاين. مثل ايش البي الاين؟ مثل التوب والميد والبوتل. بعد غير ست الكول سبينس دمج الخلايا. هاي تيجي وهاي الكول سبينس. اللي هو شقد يدمج خلايا. نفرض هنا جايين لنا الان شقد يعني كرقم تنطونه، شنو الرقم مثلا؟ تدمجون خليتين خليتين خليه وحده بالثانيه، احنا ايش راح نعطيها؟ خليها الرقم هذا الان. زين زين هذه الخلايا انتبهين هنا ماما، هنا ايش عندكم؟ عندكم الكول زين والعدكم الرو وياي ولا نعم ست. الكول شنو معناه وشنو معناه؟ ست الكول يعني تدمج الخلايا اللي افقيا يعني اللي فوقه. الكول منين؟ من الكول اللي هو شنو؟ هو عمود صح ولا؟ في حالة ادمج انا الصف شو استخدم؟ في حالة استخدم دمج صف شو استخدم؟ استجاوب؟ لا. ها؟ شو استخدم؟ في حالة استخدم خلايا عمودية راح استخدم الكول سبان، وإذا استخدم اللي أفقية هي الرو سبان. زين هاي الحالة أنا راح أصمم جدول، أصمم جدول وأريد حل شلون يصير وياي. نعم ست وياك. يلا راح أصمم عن الجدول وأريد الحل.
تبيني بس انت من الجدول، خلي اوضح الجدول قبل لا. اول مره الجدول تعرفون كم صف بيه كم عمود؟ نعم ست. نعم ست. تسمعون زين؟ تعرفون انه كم صف وكم عمود؟ خلصنا من عندك هنا. هنا تشوفون هاي الان وين سنتر، وهاي المين شبيهه ملاصقه المين ملاصقه لل خط الجدول، يعني من يا جهة من جهة من جهة اليسار وياي. نعم نعم نعم. هاي بالذات سنتر، لأن حتى أنا بالامتحان ما أوضح الامتحان تجي الصورة مضبوطة. هنا لين الرسم جاهز ما واضح، فجاي أفسر لكم زين. هاي هنا شوفها سنتر، هاي شبيهة المن إلى اليسار، هذه إلى اليسار وهذه إلى اليسار. إيش صار عندي هنا؟ صار عندي خصائص جدول، خصائص صاف لو خصائص خلايا. أوقف قبل لا حد يجاوبني، لا حد يجاوبني، أنا أصير بأسمعكم. يلا يا زهراء، زهراء كاظم مفتي. نعم ست. يلا يا زهراء أسامة ايش عندي هنا خصائص؟ تدخل خصائص انتبهي يلا تحكي. خلية. أنا ايش عندي؟ عندي هاي بالنص وهذا يسار يسار يسار، يعني اختلفت. أنطي خصائص صاف لو أنطي خصائص خلايا. خصائص خلية. زين خصائص خلية. زين يلا يا زينب طارق. زينب طارق ايش قالت؟ قالت خصائص خلايا. ليش خصائص خلايا بالذات؟ ليش ما خديتها خصائص صف؟ نحن طالبين يعني هي خلية خلية تسويها. بعد اريد اجابة واضحة، ليش؟ ليش خدت خصائص؟ ما اريد، انا ليش اريد خلية خلية؟ ليش؟ غير هو السبب؟ ها أم البنين، أم البنين ويعني؟ أم البنين ويعني؟ حنان كاظم، حنان كاظم يلا يا حنان كاظم. يلا يا رشا طالب. وين رشا؟ أم البنين. ها رشا طالب ست ما موجودات في الكلاس. يلا هسه روز عاطف. روز. نعم ست. يلا يا روز هسه انا شو اسوي؟ قالت اني راح استخدم هنا راح استخدم تاب اللي هو على اليمين على الخلايا، ما استخدم على الصف، هو انا استخدم خاصيه الصف وافضها. شنو السبب ليش؟ لانه ست احنا عندنا بس ثلاث خلايا يحتاج نعدل عليهم. اها اذا ايش عندي؟ عندي الخلية هذه الوحيدة اللي تختلف بيناتهم، يعني أنا لما أقول خاصية الصف راح تنطبق على الخلية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فإذا ما دام اختلاف بالخلايا إيش راح أستخدم؟ راح أستخدم التاج اللي هو شنو؟ التاج اللي هو يتعلق بالخلايا. بالخلايا. يلا هسه حتى ابدي يا عروس. ايش اسوي؟ ستنفتح التاج مع الجدول مع الخلايا. اي راح اقول لك هنا راح اقول لك تيبل. هنا عندي عنوان. نعم ست. نخلي إيه. كابشن. راح أخلي كابشن. ورا الكابشن شو أسوي؟
نخلي العنوان ونغلق التاج مال. راح نخلي العنوان. اللي هو زهراء ريحان زهراء كاظم مفتي. نعم ست. يلا يا زهراء شو أسوي؟ ست سنفتح تي آر الصف. تي آر. إيه. وبعدين نفتح التي دي. على التي دي. إيه. ونخلي الإتش. نخلي الإن. نغلق التي دي. ايه بعد لازم نضيف خاصية خلية شغل الاين سنتر لين عين بالوسط. اذا وين اخليه؟ بداخل التي دي. المفروض غير المفروض هنا صح لا لا ها زهراء ناس يعني هاي ايش فيها نعم سيدي خلينا تي دي شغل تي دي شنو ها زهراء شو استخدم انها تصير بالنص الاين سن. سنتر زين وش خليني الهين وأغلق وبعدين نغلق التيدي تيدي أي يلا كملي زهرة تيدي بعدين تيدي الاين على التي دي الاين جهة اليسار ليفت شي سوي ليفت جهة اليسار ليفت نغلق نخلي النيم نغلق تي دي بعد تي دي تاني أمسك حالة ليفت ليه نور تي دي نفتح تي دي تاني ليفت كنت بنخلي هاي الكلمة ما واضحة نغلق التي دي خلصت من انت خلصت من اول تي ار شو اسوي لك صف نغلق التي ار هذا التي ار يلا يا زين زين العابدين ناصر زين العابدين ناصر زين العابدين محسن يلا يا زين العابدين محسن أي واحد من عندكم محسن لو ناصر زين العابدين محسن
وياي شباب؟ نعم نعم زين زين الطارق كملي لماما. أنا سويت الصف الأول شريف الثاني. يلا يا سجى قاسم. سجى. أنا أصيح بالأسماء لا تلفون أصابعكم. عذراء. عذراء عباس. نعم ست. يلا يا عذراء هسا أنا وين؟ الصف الثاني. نعم ست. يلا شو أسوي؟ إيه كملي كملي. نعم ست. تي آر. تي آر. نعم ست. إيه ست أنا قلت تحت تي دي. هاي تي دي. أي. ستة ألاين. ضعيلي. ضعيلي هذا وين؟ هذا وسط. نعم ست. مختلف الوسط وين رايح؟ اليمين. رايح باليمين. قبل لي. تي دي ألاين رايت. يعني افتحها يا غرفه. لا نفتحها. اذا هذا شو اسوي لك في دي الاين الاين اي رايت رايت شو اسوي؟ نغلق التي دي. نغلقتها وشرطي رقم تقريبا مالت الخليه جد واحد وغلق التي دي بعد بعد تي دي نفتح تي دي. يلا يا عقيل عقيل محمد. عقيل محمد مهدي. يلا علي حسن. يلا يا علي. علي حسن خلف. يلا يا فرات. اليوم شنو مسوي الاضراب على المحاضرة شنو؟ محمد وادي. يلا يا محمد. محمد وادي. يلا يا منتظر. منتظر. منتظر محمد حسين. يلا يا هديل. هديل. هديل حسن خلف. يلا يا هيفاء مطر. هيفاء. يلا يا هيفاء. هيفاء مطر مانع. يلا يا هاجر. نعم استاذة. يلا عين كملي ماما. استاذة الخلية الثانية فارغة فنكتب بس الوسم. اذا شو اقول انا اقول دي دي اي واغلق الوسم.
وغالية الوسم. اللي بعد الخلية الثانية تي دي. ايه نكتب خاصية الـ V align. احسنت V align. ايه نطيب بوتون اللي هي شنو هو؟ هاي احنا نستخدمها شنو؟ التوب. التوب التوب استاذ التوب زين؟ شكل 20 الوسم اكيد زين. اجينا على اخر وسم هم تي دي في الاين. تي دي في الاين في هذا البي الاين. شو استخدم؟ البوتون. استخدم البوتون. اكتب نو واغلق الوسم. اكتب نو اغلق الوسم. زين هاي لحد الان انا قدرت اسوي جدول. مصطفى. نعم ست. مصطفى انا شريك اريد خلفيه لهذا الجدول. نعم ست. قصدك اللون؟ ايه نعم ست. ست بيجي كذا. اذا اردت خلفيه للجدول كله وين اخليه؟ داخل وسم التيبل. اذا وين اخليها؟ انت قول هنا يعني بدل ما انا هذه ضايعه لازم شيء يكون يكون تيبل بيجي كلر يساوي اللي هو اللون اللي اعطي هو ظهري. زين في حاله ثانيه شريده اريد الصف الأول يختلف بلون عن الصف الثاني وين راح يكون؟ ست حيكون بداخل وسم التي ار للصف الأول. إذا وين راح يكون؟ راح يكون هنا. نعم مو؟ تمام. راح يكون هنا لأن أنا شايف أريد هذا الصف فقط. أقول أقول تي آر بي جي كلر يساوي وغل. زين أنا في حال إيش أريد هاي الخلية هاي الفارغة ويا غير مصطفى غير مصطفى غير مصطفى أنا أريده هسه أريده فاطمة علي ماما فاطمة علي وياي. نعم ست وياك. زين انا اريد هاي الخليه اللي هي خاليه من البيانات اريد لون معين. نعم ست. هو نفتح الخليه الثانيه اللي هي وين الفارغه هاي الصف الثاني هذا هو الصف الثاني هاي الخليه الثانيه وهاي اللي هي الخليه الفارغه شو اسوي لها؟ نفتح التي دي. يعني ايش راح يصير بدل ما هي بهالحال هذه؟ نعم ست. راح شو يصير؟ تي دي نكتب بي جي كلر. بي جي كلر. لون معين ونغلقه. نعطي لون معين اللي هي نطلب اف اف بي بي. نعم. سي سي. نغلقه ونخليها فارغه ونغلق التي دي. نغلق التي دي. لحد الآن أكو سؤال؟ ناس واضح واضح؟ تمام نعم ست واضح.